كان يمكن أن نبدأ بتصحيح معلومة وردت على لسان الأستاذ نحاس، وهي تتعلق بالانفلاش النقدي الذي حدث سنة 92. كنت أتمنى أنه يسمعني. فالذي حدث هو نتيجة الانفلاش النقدي الذي حصل في سنة 92، حصل في عهد حكومة الرئيس المرحوم عمر كرامي في أول 92، عندما أقرت زيادة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بمعدل 120%، وأدى ذلك إلى انفلاش في الكتلة النقدية وارتفاع في سعر صرف الدولار تجاه الليرة، وصل إلى 2800 ليرة في تشرين أول سنة 1992 وفق دراساتنا وإحصاءاتنا في مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي شاهد على ذلك، فاقتضى التصحيح. أشكر بداية الأستاذ جهاد حكيم على دعوتي بالرغم من ضيق الوقت، وأبدأ بعرض سريع لأدوات السياسة النقدية وأهدافها والسياسة النقدية وأثرها في الاقتصاد اللبناني. من المعروف أنه أهداف السياسة النقدية في أي بلد هي تحقيق نمو اقتصادي وتحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومحاربة التضخم. ولكي تحقق هذه الأهداف يجب استخدام أو تستخدم السلطة النقدية الأدوات التالية: سعر الحسم، الاحتياط القانوني، وعمليات السوق النقد المفتوحة Open Market Operations. من المعروف أن السياسة النقدية هي عنصر مكمل في مشروع التصحيح الاقتصادي، وهي ليست عنصر أساسي، وأعتقد أن الأستاذ راشد يشاركني بهذا الرأي وبقية الحضور. فالأساس هو الإصلاحات البنيوية وسياسات الحكومة ومجلس النواب، فالإصلاحات المالية، فالنهج التسليفي للمصارف، وأخيراً السياسة النقدية. لنختصر ونذهب نحو السياسة النقدية في لبنان، أقرت المواد 70، 88، 91، 92 من قانون النقد والتسليف في سنة 63 السياسي الإطار العام للسياسة النقدية والأهداف الأساسية لمصرف لبنان، وهي كما ذكرت المحافظة على استقرار سعر الصرف، المحافظة على استقرار الاقتصادي، محاربة التضخم والتأثير في التسليف المصرفي. ولكي نتمكن من استقراء مستقبل الاقتصاد اللبناني بال 2025 يجب أن نمر ولو بسرعة على المراحل التي مر بها الاقتصاد اللبناني من سنة 1964 حتى اليوم. ممكن أن نقسم هذه المسيرة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 64 إلى 75، المرحلة شهدت نمو اقتصادي كبير وتعزز بمرحلة 73-74 بانفلاش وتوسع بالتسليف المصرفي للقطاع الخاص، فاق بكثير معدل نمو الناتج المحلي، وبال 74 شهدت كمان توسع ملفت بوسائل الدفع وخصوصا الام 2 ماني سبلاي، وتعزيز او تحسين سعر صرف العمله الوطنيه، ووصلت الليره، وصل الدولار على الليره ب 31/12/74 لليرتين و30 قرش، وتحديدا ليرتين وربع قبل بشي كم يوم. هذا الشيء فرض او دعا مصرف لبنان الى التدخل بكثافه في سوق القطع، واشترى الدولار بكميات كبيرة جداً، رفع معدل الاحتياط الإلزامي على الودائع بالعملة اللبنانية، وحدد سقوف التسليف. هالإجراءات أدت إلى وضع حد لارتفاع أسعار سعر صرف الليرة ولجم ارتفاع الكتلة النقدية، وبالتالي كبح جماح التضخم والمحافظة على وتيرة ضمن المحافظة على وتيرة جيدة للنمو الاقتصادي. هنا يمكن القول بظل الظروف الطبيعية اللي كانت سائدة أنه السياسة النقدية حد أدت دورها الطبيعي وحققت أهدافها، لكن ما كان ينتظر للاقتصاد اللبناني عكس المسار بالمرحلة الثانية من 75 إلى 92. طبعاً دخلت البلاد بال 75 إلى 76، وكتار منكم كانوا بعده مش خلقانين، بما سمي حرب السنتين،
قلبت الأمور رأساً على عقب، ودخل الاقتصاد اللبناني بمرحلة من الركود. استمرت هالفترة هيدي حتى 92 مع تذبذبات وتقلبات وفقاً للتطورات السياسية والعسكرية والأمنية. وما ننسى المرحلة اللي مرت فيها البلاد أثناء الاجتياح الإسرائيلي الغاشم على لبنان سنة 82. فنتج عن ذلك المزيد من الانكماش الاقتصادي، ارتفاع معدل البطالة، التضخم المفرط، هروب رؤوس الأموال، ارتفاع الدين العام، هبوط حاد في سعر صرف الليرة، وتعاظم في عجز ميزان المدفوعات. حاول السلطات النقدية على مسار من التسعين تقريباً إلى من الثمانين إلى التسعين استخدام الصلاحيات المنوطة بها، وهدفت إلى الحد من التحولات أو من الانعكاسات هذه التحولات على الاقتصاد اللبناني وعلى الليرة. لكن للأسف لم تتمكن من اللعب دورها، واتسمت سياسة مصرف لبنان وخصوصا في فترة 85-90، واستشهد برئيسي السابق وصديقي الدكتور ميغرديش بولدوكيان الجالس في الصف الأمامي، وحيكون متحدثنا في الجلسة القادمة، حيث كان نائب حاكم مصرف لبنان في تلك الفترة، وكان مسؤول عني مباشرة في إدارة السياسة النقدية وفي إدارة غرفة عمليات القطع. فيمكن القول، وبالإذن من الدكتور بولدوكيان، أنه السياسة النقدية في ذلك الوقت، وهو كان يعارضها على رأس المعارضين، اتسمت بالعشوائية والارتجال وقصر النظر، وكل ذلك تسبب في فلتان الدولار من عقاله، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة من 92 وحتى الآن، حتى نختصر كمان. دخلت البلاد في مرحلة من السلام، ولكن بعهد حكومة الرئيس عمر كرامي، المرحوم عمر كرامي، تحديداً بأوائل 92 أقرت زيادة على الرواتب نسبتها 120% لموظفي القطاعين العام والخاص، ودفعت دفعة واحدة دون تأمين الإيرادات التي يمكن أن تغطي هذه النفقات المفاجئة. وفي ظل غياب أو عدم وضوح الرؤية لمستقبل لبنان، كان بعدنا طالعين استيعاب الميليشيات مثل ما ذكر الدكتور الأستاذ نحاس، وعوامل عديدة وصراعات سياسية وعدم استقرار، عدم وضوح الرؤية. للأسف الناس اتجهت بشكل عفوي نحو تحويل العملة اللبنانية اللي قبضوها إلى الدولار. هالشيء أدى إلى إحجام إعلان مصرف لبنان، وكان على رأسه الشيخ ميشيل خوري حاكماً، أعلن في آذار 1992 التوقف عن التدخل في سوق القطع من بعد وصول احتياطي مصرف لبنان لمبلغ أدنى مبلغ تاريخياً، حوالي 700 مليون دولار إذا مش غلطان أستاذ بولدوكيان. هون ساعتها ما عاد في أي شيء بيقدر يقف قدام تدهور الليرة. وصلت بتشرين أول 92 ل 2800 ليرة، صح؟ أذكر ذلك ومسجل عنا. هنا يبدو أنه كان في لابد من حل سياسي ممكن أنه يقلب التوقعات، فاستقال الرئيس كرامي، وكلف الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتأليف الحكومة، فانقلبت التوقعات السلبية من اتجاه إلى اتجاه مخالف 100%. وفي آب 93 عين الأستاذ رياض سلامي حاكم جديد لمصرف لبنان، وهو يعتبر بحق من أفضل حكام البنوك المركزية في العالم. وفي عهده تم انتهاج سياسة نقدية واضحة المعالم والاستراتيجية، هدفت إلى تحقيق ما نص عليه قانون نقد والتسليف من أهداف. الحقيقة بالرغم من كل ما تعرض له لبنان على مدى هذه الفترة حتى 2015، وخصوصاً اغتيال الرئيس الحريري، حرب تموز 2006، حرب نهر البارد 2007، أحداث 7 أيار 2008، والحرب السورية، واستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري ب 2010، ودخول البلد في دوامة الحرب السورية 2011، كل ذلك لم يؤثر كثيراً على
ثوابت السياسة النقدية في مصرف لبنان التي انتهجها مصرف لبنان، واستطاع من خلال الهندسات المالية والهندسات النقدية التي قام بها الأستاذ رياض سلامي استطاع التحكم بمسار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، وبقيت تقريباً فينا نقول تحت السيطرة. فإذاً يمكن استخلاص من هذا العرض استخلاص ما يلي، أنه لابد أنه الوضع السياسي والأمني والعسكري هو الأساس في قدرة السياسة النقدية على التحكم بالمسار الاقتصادي. فإذا كانت البلد تمر باضطرابات مثل ما شاهدنا بالثمانينات والتسعينات، بالثمانينات والسبعينات، فإذا السياسة النقدية قد تكون مفاعلها شبه معدومة. وعلى أي حال علينا أن نطرح، قبل أن نجيب عن شو هي رؤيتنا لل 2025، علينا أن نطرح تساؤلات التالية: هل ستبقى الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة المحيطة في العقد المقبل كما هي عليه الآن؟ ثانياً، في ظل هذه الأوضاع هل سيبقى الوضع المصرفي على حاله؟ ثلاثة، ما هي قدرة الجهاز المصرفي اللبناني على تحمل المزيد من الانكشاف على الدولة اللبنانية وحمل عبء تمويل عجز الموازنة، وإلى أي مدى؟ أربعة، هل سوف تحافظ الليرة اللبنانية على استقرارها وضمن أي شروط؟ خمسة، هل سيبقى الأستاذ رياض سلامي حاكماً لمصرف لبنان؟ وإذا تغير كيف ستكون السياسة النقدية في العهد الجديد؟ الإجابة على هذه التساؤلات تحمل ثلاث سيناريوهات أو ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو التغير نحو الأسوأ، الثاني استمرار الوضع على حاله، الثالث التغير نحو الأفضل، ولكل احتمال سيناريو. في الحقيقة السيناريو الأول اللي هو اتجاه الأمور نحو الأسوأ اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً في المنطقة وتحديداً بسوريا، هذا قد يؤدي إلى تراجع في الأداء الاقتصادي، مما يضعف من قدرة السلطة النقدية على التأثير في مجريات الاقتصاد كما ذكرنا. وإذا بتحبوا راح نحطه على الويب سايت وتشوفوا بعض الجداول والمؤشرات اللي ممكن تفيدكم من 74 ل 92 ل 31 ل 2015، وعلى ضوء كيف ممكن أنتم تشوفوا بال 2025 وين ممكن تصير. لناخذ مثال بس رقم واحد، سعر صرف الليرة كان مثل ما قلنا ليرتين، الدولار ليرتين فاصل 30، وصل ل 2800 ليرة واليوم 1507 ليرات. كان عندنا دين العام بال 74 صفر، باليوم 70 مليار دولار. وكنت بدي صح 72 عم بصحح لي الاستاذ الدكتور منير، شكرا كمان. فاذا بين ال 70 و 72 ما قلت فرق. المهم انه بدي رد على احد الحضور كان بالجلسه السابقه وقال انه بيتوقع انه يوصل الدين بال 2030 لحوالي 250 مليار دولار. هذا رقم بعتقد بسمح لنفسي اقول ما بيجوز نزته على عواهنه بدون دراسه منطقيه وفيها تسلسل لتطور ارقام الدين العام والجي دي بي. إذن وهذا بخوف طبعاً خصوصاً الشباب، أنتوا أكتريتكم شباب، إذن هون لازم ننتبه للقضايا هيدي وما نطرحها بهالشكل هذا. طبعاً البطالة 5-15% 35% اليوم، معدل التضخم كان 11% بال 74، وصل بسنة 87 ل 400%، 400% سنة 87، ب 92 رجع ل 118%، اليوم يمكن بحدود 6-8%، يمكن اكثر شوي. 2015 كان ناقص ماينس 3.75، بس انا ما بعرف الرقم هيدا عندي اياه، لكن انا اشك. لا رقم صح، هيدا رقم بسبب الاساسي هو لانخفاض سعر النفط ب 50% وكمان لارتفاع سعر الدولار، لانه لما الدولار بيرتفع الليره بترتفع سعر الواردات بينخفض. حلو، تصحيح مهم جدا. انا الحقيقه مسجله عندي ماينس 3.75، بس انا شخصيا كنت شوي اشكك بهذا الرقم، مع انه مصدره مصرف لبنان. عفوا، الكاس السنترال ادمنستريشن ستاتستكس من مديريه الاحصاء المركزي. اوكي، اذا
على هل هون منقول لابد من على أن من السلطة النقدية. سيد بهيج لو سمحت دي أو منختم. يلا أوكي خلاص بعطيك كل حال. السلطة النقدية عليها أن تواكب هالتطورات من خلال إجراءات أهم التحفيز الاقتصادي النوعي. بعتقد هالنقط أساسية جدا بالنسبة لنا. التحفيز الاقتصادي النوعي وهو ما يقوم به مصرف لبنان حاليا. اثنين الاتجاه نحو اقتصاد المعرفي أو تمويل اقتصاد المعرفي والشركات الناشئة ستارت أبس والإلكترونيات والإس إم إيز. ثلاثة الاستمرار بمحافظة على استقرار سعر صرف العملة. ثلاثة أربعة لجم التضخم. خمسة الاستمرار في تنفيذ الهندسات المالية لإمكان تمويل عجز الموازنة من خلال القطاع المصرفي ومصرف لبنان. خامس سادسة مراعاة توازن بين محاجات التمويل القطاعين العام والخاص مع استعداد القطاع المصرفي للاستمرار بالتمويل. وأخيرا السعي للحفاظ على حجم التدفقات النقدية وخصوصا من دول الخليج. إذا بدنا نحكي عن السيناريو الثاني بنعرف أنه احتمال بقاء الأمور على حالة عسكريا وأمنيا وسياسيا، هذا الشيء رح يؤدي إلى استمرار السياسة النقدية كما هي عليه، وبعتقد هون مش رح نواجه خطر جذري أو كريتيكال مثل ما بيقولوا، وإن شاء الله منقطع المرحلة الـ 25. السيناريو الثالث منقول أنه قد تميل الأوضاع إلى التحسن في لبنان وفي المنطقة، وهنا حتما هالشيء وهو الأرجح بنظري إن شاء الله. هون نعتقد أنه ساعتها السياسة النقدية بتقدر تلعب دور أكبر لتحقيق أهداف المصرف المركزي وأهداف الطبقة السياسية الحاكمة اللي عليها الأساس، وهو أنه لابد من التوافق أو التقليل من الصراعات السياسية بين مختلف الفئات الحاكمة، مثل ما نعرف الصراعات التي تجمد وتكربج البلد أكثر وأكثر، وبالمقابل تحصين البلد وإجراء إصلاح اقتصادي وإداري بنيوي وهيكلي. وهون بيسوى ركز على ثلاث نقاط أو أربع نقاط، هي الإصلاح في الكهرباء، في الهاتف، في الاتصالات، في الضمان الاجتماعي، في النفايات، ملف النفايات، في العديد من الملفات التي وفي حتى مثل ما قال الدكتور منير راشد في ملف الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك، وأنتم بتعرفوا أكثر من غيركم مزاريب الهدر وخصوصا رواتب نعم. النواب أو نعم. تعويضات النواب مدى الحياة. شكرا لك السيد بهيج خطيب. شكرا لك.